متابعي ام ار 24 معنا العداء المغربي اللي جا من مدينه فاس نجم القاضي اللي جا لبروكسل، العداء اللي فاز اليوم بالمرتبه الاولى في مسابقه 20 كيلومتر. مرحبا بك معنا وبعد مبروك بالفوز، شنو تقولنا على هذه المشاركه ديالك تاع اليوم؟ اولا قبل كل شيء انا جيت سعيد بوجودي ديالي معكم هنا، فالحمد لله فكانت المشاركه الحمد لله ايجابيه، فهي المره الثالثه في تاريخ يعني 20 كيلومتر من مدينه بروكسل فانني كنفوز بهذا السباق هذا، وهذا شرف ليا وشرف للمغرب، والحمد لله انني اليوم مثلت بلادي احسن تمثيل، فانا جيت سعيد وكنقدم هذا الفوز هذه يعني الجاليه المغربيه المقيمه هنا اللي شجعتني في طيله المطاف ديال السباق، وكما كنبغي نشكر كل من ساعدني من قريب وبعد في انجاز هذا الانجاز اليوم ان شاء الله. شحال كان مشارك في السباق؟ فاليوم حسب المنظمين فكان حوالي 40 ألف متسابق، اللي يعني سباق كبير جدا، متابعه يعني فيه اعلاميه كبيره، يعني عنده صدى دولي كبير، والحمد لله فانا يعني المشاركه ديالي دائما كتكون هنا يعني مشرفه بالنسبه لي وللمغرب. شاركتي بزاف في دول العالم في مثل هذه السباقات؟ فالحمد لله فعندي تجربه يعني ما يكفي من تجربه، فانا شاركت في عده يعني دول، يعني سبق لي شاركت في يعني في كوريا، في الصين، في امريكا، في كندا، في يعني في اوروبا بصفه عامه بجميع الدول الاوروبيه الحمد لله، فيعني بفعل هذه يعني الرياضه اللي كنمارس فهي خولتني نزور عدة دول عالمية ومثلت المغرب أحسن تمثيل، فأنا الحمد لله ديجا أنا شامبيون المغرب 4 مرات في 10 كيلومتر، شامبيون دي موند يونيفرسيتير، يعني عندي يعني الحمد لله تاريخ يعني كبير في هذا المجال هذا تاريخ مشرف طبعا. فزتي ب 20 كيلومتر في أقل من ساعة ربما؟ لا اليوم بحكم يعني السباق كنت كنبحث على الفوز، يعني ما اليوم سبق لي انني فزت ب 20 كيلومتر اقل من ساعه 59 دقيقه 2009 ربما 2011 59 41، فاليوم درت ساعه 0.018 ثانيه، يعني الاجواء ما كانش كتساعد يعني بحكم معنا الطقس اليوم ما كانش جيد، ولكن على العموم فانا كانت الهدف ديالي هو اني ندخل في الرتبه الاولى مع حمل يعني الرايه المغربيه. وكيف كان الجمهور المغربي كان حاضر كيشجعك؟ طبيعة الحال كان الجمهور يعني عبر المطاف ديال السباق فهو كان الجمهور، سواء الجمهور المغربي او الجمهور يعني البلجيكي، ولكن الجمهور المغربي عنده يعني صبغه خاصه وطبع خاص، والحمد لله على هذه النتيجه هذه، فهذا كنبغي نهدي للمغرب هذا الفوز هذا يعني من العاصمه الاوروبيه لان ديال الاتحاد الاوروبي بروكسل، فهذا كنقولوا لك العداء نجيم شرفتينا وشرفتي جميع المغاربه، شكرا. أنا كنشكركم وكنبغي نشكر لكل المقيمين بمدينة بروكسل.